عندنا فعاليتنا اليوم اللي هي اليوم التراث الشعبي الفلسطيني، طبعا عن طريق مديرية التربية والتعليم تقوم به فرقة الكشافة في المدرسة بمساعدة بعض المعلمين وإخوان الزملاء وطلاب المدرسة. حصلنا على مجموعة من التحف الأثرية والأدوات التراثية القديمة بمساعدة المجتمع المحلي طبعا ودعم من مديرية السياحة والآثار بمحافظة الكرم، شاكرين لهم جهودهم وتشريف الأهالي طبعا والطلاب، ونتمنى أن يكون التراث يعني معلم حضاري لجميع الأجيال القادمة إن شاء الله. أقمنا هذا المعرض للتراث الوطني الفلسطيني لأننا بنعتقد أنه الأمة اللي لها تراث وبتتمسك بتراثها فهي تكون حريصة على مستقبلها إن شاء الله. وتعاونوا أهل البلد ما قصروا، والجميع ما شاء الله قدم طلاب وأهالي، وكما رأيتموه إن شاء الله أنه يعجبكم ويعجب جميع الزوار.